مساء النور، كيف كتشوفوا؟ اليوم عندي كفتة ديال الدجاج، غادي نقادو بها لي نوغات في ميزون بوركوا با. لهاد لي نوغات غادي نحتاجو بوغ لي زانكغيديون، غادي نحتاجو واحد 400 غرام ديال الدجاج مطحون مليحة، اونيون اون بودغ اولا الا مكانش نعوضو بصلة مشلطة رقيقة، بزار، فروماج لاباش كيغي، واحد دو كويار ديال لاموطارد. نديرو لي زانكغيديون ديالنا كلهم في الدجاج، نحاولو نخلطو كلشي. واحد لي سي با ايفيدون، غادي نخلط لي زانكغيديون كلهم. بون، من بعد ما خلطت لي زانكغيديون غادي نفسكو يدينا في الماء. غادي نهزو شويه ديال هاد الكفتة، نكوروها بين يدينا، نديروها في الطحين. بون، من بعد غادي نهزوها من الطحين، نديروها في البيض. من بعد البيض غادي نهزوها نديروها في لاشابلوغ. من بعد نقرصوهم شويه ونديروهم يتقلاو، ما نجهدوش عليهم العافيه بزاف باش ياخذوا وقتهم من الطول. اون توكا دغيا كادي كيطيب. لي نوكات ديالنا راهم موجودو، كيف كتشوفو كيجيو اونكتيوز بهداك الفخوماج لي زدنا فيهم، هاد لونفلوب ديال لابانور كتعطيهم واحد لا تيكستور كروستيونت. ا بريباري سورتو بوغ نو زونفون. بصحة وراحة.